1973, Good Green and Resident. The arch is living in England. Islet, Archers, تعيش في إنجلترا. They have two children. عندهم طفلين. Green is their daughter and Lynn is their son. Green هي ابنتهم ولين هو ابنهم. Green is 15 years old and Lynn is 13. Green عمره 15 ولين 13. Mr. and Mrs. Archer, السيد والسيدة Archer, have asked their children to do some work in the house. طلبوا من طفليهما قيام ببعض الأعمال في المنزل. Green, I have cooked the rice, mommy. What next? لقد طبخت الرز يا أمي. ماذا بعد؟ Mrs. Archer, السيدة Archer, يعني أمها, have you washed the vegetables? هل غسلتي الخضروات؟ إذا هنا لاحظ I've cooked. I've يعني I have. وcooked هو التصريف الثالث, وبالتالي هو هذا present perfect يعني مضارع التام. فاعل have has pp. have إذا كان الفاعل جمع, وhas إذا كان الفاعل مفرد. have you washed, قدمنا الهاف بالسؤال, نقدم الهاف والهاز على الفاعل. هي أصلها you have washed, صارت have you. من نقدم نخلي هاف وهاز بالبداية يصير سؤال. yes I have, نعم فعلت. And I put them in a bowl. ووضعتهم في إناء أو قدر. Thank you, Gwen. شكرا, Gwen. And I've cooked the chicken. إذا هنا لاحظ I've cooked هنا. I've popped. I've يعني I have. Put هنا التصريف الثالث. و I've cooked. I have cooked. أيضا هذا التصريف الثالث طبعا أما يكون قياسي نضيف لأيدي للفعل. أو يكون شاذ مثل put هنا بقى نفسه. And I've cooked the chicken. وطبخت الدجاج. Thank you, Gwen. شكرا يا Gwen. You are a very good girl. أنت فتاة طيبة. Here's your pocket money. هذا مصروف جيبك. You can go to the shops. يمكن أن تذهب إلى المحلات. Thank you, mommy. شكرا يا أمي. What can Gwen do? Why? إذن هنا سؤال نقول ماذا تستطيع Gwen أن تفعل ولماذا؟ لأنها فتاة طيبة. Because she is a good girl. ماذا تستطيع أن تفعل؟ نقول cook the rice, cook chicken, wash the vegetables إلى آخره. نأتي الآن إلى لين, وهذا هو الفتى الكسول عكس جوين. مستر آرشر, السيد آرشر, واللي هو والد لين وجوين. Have you watered the garden, لين؟ هل سقيت الحديقة يا لين؟ Have you watered, water ما, وهنا جاي فعل بمعنى يسقي, وقلنا بسؤال have نقدمها على الفاعل. هي أصلها you have watered, صارت have you watered لأنها سؤال. No, I haven't. Sorry. لا لم أفعل. آسف. Have you tidied your room? أيضا هنا سؤال. Have you tidied, رتبت غرفتك؟ No, I haven't. لا لم أفعل. Have you washed the car? هل غسلت السيارة؟ أيضا هنا have washed. والهاف قدمنا لأنه سؤال. No, I haven't. You are a lazy boy. أنت ولد كسول لين. You haven't helped today. So, no television. أنت لم تساعد. لاحظ هنا النفي. Haven't helped. Have وتصريف ثالث بالنفي صير haven't, والهاز صير hasn't. No television يعني عقوبة لك, ما راح تشوف تلفزيون بأنت كسول. Dad, I haven't watched television all week. يا أبي, I haven't, لاحظ بالنفي, I haven't watched television all week. لم أشاهد التلفزيون طوال الأسبوع. إذا هو الأسبوع كله متعاقب. What can Lynn do? قول nothing مثلا. Why? Because he's a lazy boy. لأنه ولد كسول. I've cooked, لاحظ هنا, I have cooked. I have V اختصار للهاف, وكوك تصريف ثالث PP. I haven't washed. I haven't washed. أيضا بالنفي هاف صير haven't. اختصار لـ I have not. Not نحذف الـ O ونخلي مكانها كومة, صير haven't ونسويها كلمة واحدة. إذا haven't يعني have not, اختصار لـ have not. و I've يعني I have. وهنا بالسؤال والأجوبة القصيرة, question and short answer, أجوبة قصيرة. Has Gwen cooked the chicken? Yes, she has. لاحظ هنا has, ليش استخدمنا has؟ لأن Gwen مفرد cooked, بينما I with you تأخذ have, وهي she it تأخذ has, أو أي فاعل مفرد مثل ما ذكرنا. Has Gwen cooked the chicken? Yes, she has. Has Lynn washed the car? No, he hasn't. إذن باليس نقول yes, she has, وبالنو no, he أو she hasn't. إذن لاحظ هنا المضارع التام present perfect subject اللي هو الفاعل, و have و has, ثم pp اللي هو التصريف الثالث للفعل. فاعل have has والتصريف الثالث للفعل. عندما يكون الفاعل I, we, they, you
ياخذ هاف، او اي فاعل جمع ياخذ هاف والتصريف الثالث. وعندما يكون هي او شي او ات، الضمائر هي وشي وات، ياخذ هاز والتصريف الثالث للفعل. وهذه الظروف اذا جاءت بالجمله يعني الفعل يكون مضارع تام زمن الفعل، يعني just تو already من قبل او مسبقا، وever سابقا او من قبل، ونفر ابدا ويت لحد الان. هذه كلمات تاتي مع المضارع التام just already ever never yet، وهذن عاده تاتي هنا قبل التصريف الثالث مكانه، ما عدا يت تاتي في نهايه الجمله. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.